الطبعة الأولى من بين سبورتس الإخبارية في قطر. أهلا مرحبا بكم مشاهدينا. جولتنا الصحفية نستهلها من إسبانيا، حيث انتقدت صحيفة سبورت النجم البرازيلي نيمار بسبب تصرفاته بخصوص مستقبله مع برشلونة. إرنست فلوتش رئيس تحرير صحيفة سبورت خصص مقاله بالكامل للحديث عن تصرفات اللاعب التي وصفها بغير المقبول، وقال نيمار هو من تلعب ببرشلونة وليست الصحافة، البلبلة التي حدثت ليست الصحافة من تسبب فيها بل اللاعب نفسه، فهو من كان يقوم بتغيير رأيه من وقت لآخر خلال هذه الأيام. وأضاف كاتب المقال نيمار له الحق في إعادة التفكير كما يحلو له ونحن يتعين علينا أن نتناول ذلك. وأضاف فلوتش الواضح أن اللاعب والمحيطين به فضلوا عدم الكشف بشكل واضح عن حقيقة موقفه. وعلى المنوال ذاته صارت يومية موندو ديبورتيفو الكاتالونية، لكن انتقادها لنيمار كان بأسلوب أكثر لطفا. سانتي نويا رئيس تحرير موندو ديبورتيفو توقف عند الصورة التي جمعت بين مدافع برشلونة جيرارد بيكي وزميله نيمار على الحساب الرسمي الخاص بالدولية الإسبانية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. وقال نويا الجملة التي تم نشرها عبر انستغرام كان يجب أن يقولها نيمار، فهو الذي يتعين عليه أن يترك رسالة واضحة.